الله يعطيكم العافيه يا جماعه. اليوم جاي احكي لكم عن ابطال الديجيتال. اكيد 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 مش مسلسل الكرتون، جاي احكي عن ابطال الديجيتال ماركتينج في 2030. موضوع الحكي اللي بدنا نحكي فيه اليوم متعلق بكيف كان شكل التسويق في الماضي، كيف الوضع اليوم، وكيف ممكن يكون شكل التسويق في 2030. ليش اليوم انا بحكي في هذا الموضوع؟ لسبب بسيط صراحه. كثير سابقا حاولت، سواء لشركات او لصالحي او لمنظمات، اجيب ناس بتشتغل في التسويق في غزه. بشكل شبه اسبوعي بيجيني ناس بطلبوا توصيات وترشيحات لناس تشتغل، ولكن للاسف 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 الناس لا يعتبروا فت. وهذه مشكله عندي انا، يعني لما كنت بحط للاسف جوب في غزه عندنا هنا، بالاخر ما بلاقي حد، السكيلز ضعيفه، وبالاخر بضطر اروح اوظف من اسواق غير غزه. فهذا السبب الرئيسي اللي اليوم انا جاي احكي فيه. ايش صار؟ اسمي نائل القطاطي، تخرجت من كليه الطب جامعه المنصوره في بدايه 2017. في نهايه سنه 2018 بديت دراسه ماجستير التسويق الرقمي في لوفبرو يونيفرسيتي لندن. خلصت الحمد لله بامتياز، وفي نهايه 2019 بديت ماجستير الثاني في تحليل البيانات الطبيه والذكاء الاصطناعي في امبيريال كوليدج لندن بمنحه مقدمه من الحكومه البريطانيه تشيفنينغ، بالاضافه لمنحه امبيريال بسيسو. الموضوع بلخبط مش منطقي، اللي حاسس انه حابب يعرف اكثر يروح على يوتيوب يكتب نائل القطاطي بلاقي فيديو تيدكس اول واحد، احضروه، انا موجود على السوشيال ميديا، اي حد حابب يسال يستفسر او حتى يدردش يتناقش بهذه الشغلات انا موجود. الطريقه اللي راح امشي فيها اليوم في البرزنتيشن تبعتي شويه مختلفه عن كل الكلام اللي حكاه عبد الله، عن كل النظام اللي عمله الباشمهندس محمد الخضري. انا راح اعتمد شويه على الارقام، مش حيكون في ستوريز كثير، فبعينكم الله بدكم تركزوا شويه في الشاشات عشان في شويه ارقام بحاول اثبت فيها وجهه النظر اللي انا بحكي فيها اليوم. لما ننظر للسوق التسويق الرقمي في الدول العربيه، لما نحكي دول عربيه اللي هي الميدل ايست ونورث افريكا، الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فاحنا لما نيجي بدنا نقيم السوق، احنا لما نيجي نحكي عن السوق، شو اللي بأثر انا على شغلي؟ انا كنائل شو اللي بأثر على شغلي؟ اللي بأثر عليه قديش في ناس بتصرف في مجال التسويق، قديش في شركات بتصرف في مجال الاعلانات. طبعا عشان بس اعطي كونتكست اكثر، انا من سنه ثانيه طب كنت بدرس ديجيتال ماركتينج تعلم ذاتي، فصار حاليا عندي بالاضافه لشغل صار حاليا عندي 8 ل 9 سنوات خبره عمليه في ديجيتال ماركتينج. حاليا بشتغل جروث ماركتينج مانجر في شركه رصيد، بالاضافه ان انا بقدم حاليا استشارات لخمس او ست شركات، ساعدت كثير شركات في مجال التسويق والنمو. فنرجع لهي النقطه، ايش اللي بحدد السوق؟ قديش الناس تصرف، قديش الناس تصرف على الاعلانات، قديش الناس بتحط اعلانات في البيلبوردز على التلفزيون على الراديو، قديش الناس تصرف على السوشيال ميديا على جوجل على فيسبوك. هذا اللي بحدد حجم السوق وامكانيه التوظيف للناس اللي عندها مهارات تسويقيه. تمام؟ فلما نيجي نحكي على السوق، زي كمان مره بنحكي النقطه الاساسيه انه احنا بنحكي عن سوق اعلانات. الاعلانات هاي موجوده في الشوارع، موجوده في الجرايد، موجوده في المجلات، في التلفزيون، في الراديو، على فيسبوك، على جوجل، في كل مكان. بس لما نيجي نحكي عن سوق التسويق الرقمي، هو محكوم بشكل اساسي باعلانات الانترنت. التسويق الرقمي عباره عن كلمتين، الكلمه الاولى تسويق والثانيه رقمي. هذا معناه انه الناس اللي بتشتغل في هذا المجال نوعين، اما ناس عندها مهارات في البزنس اصلا او الماركتينج وبدها تكتسب المهارات الرقميه، او ممكن يكون ديفلوبر، عشان هيك جزء منكم ممكن يكون مهتم، ممكن يكون شخص ديفلوبر بيكتب كود له علاقه بالتكنولوجي وبده فعنده الجزئيه الرقميه وبده يتعلم بزنس وماركتينج. فاتوقع انه الكلام اللي راح احكيه ممكن يكون مهم لناس كثير منكم. لما نيجي نحكي يا جماعه عن التسويق الرقمي، فاحنا بنحكي عن فانكشنز كثير بتخص التسويق. تسويق، تسويق رقمي، ناس اللي بتكتب محتوى، موشن جرافيك، جرافيك ديزاين وخلافه. فلما نيجي نحكي يا جماعه عن السوق، فهذا شكل السوق. على الشمال اللي انتم شايفينه هنا 2010، على اليمين 2020، المنطقه اللي فوق هناك بالبنفسجي وهنا بالازرق، هذه من 2010 كانت حجم سوق الاعلانات الرقميه في 2010، وشوفوا قديش كبر. حاليا احنا في 2020 اكبر حصه موجوده في قنوات التسويق هي الاعلانات الانترنت. فهذا معناه
بناخذ انطباعين. الانطباع الاول انه من 2010 ل 2020 في نمو ضخم من الشركات باتجاه الصرف في الاعلانات الرقميه. الشغله الثانيه متوقع انه باتجاه 2030 الكيرف هذا حيكبر، سوق الاعلانات الرقميه حيكبر. هذا معناه انه حيصير ديماند وطلب اعلى على مهارات التسويق الرقمي. طيب لما نيجي نحكي عن المنطقه اللي فوق اللي هنا، لو بدنا نحكي قديش حجمها هذه، يعني قديش فيها مصاري، لو نيجي نحكي عنها بناء على تقارير، حجم السوق هذا 1,291,000,000 دولار. هذا فقط الجزئيه البنفسجي بغض النظر عن الجزئيات الثانيه. هذا الرقم يا جماعه كبير، هذا واحد وقدامه 9 أصفار. يعني بشكل اخر لو احنا بدنا نيجي نحسبها، لو جبنا 1,291,000,000 دولار حسب علمي مجاز كايس حكت لي انه في 250 شخص حاضر اليوم، لو اعتبرنا انه كل واحد بده يتقاضى 1000 دولار في الشهر، فهذا معناه انه احنا كلنا هيك على بعض بنجيب 250,000 دولار في الشهر، وجينا في اخر الشهر بنحطهم في حصاله، كل شهر بدنا نعمل هيك. عشان نجيب 1,291,000,000 دولار فاحنا محتاجين الى 43 سنه، يعني بدنا نضلنا شغالين كلنا هيك احنا مع بعض ونضلنا نتبرع برواتبنا لسنه 2064 لحد ما احنا نقدر نجيب الرقم هذا. الحركه هذه سنويه، هذا مجموع ما يصرف من الشركات والمنظمات والحكومات والمؤسسات سنويا في الاعلانات الرقميه. احنا بنحكي عن سوق كبير مش صغير، وهذا بورينا قديش في بوتنشل في هذا الماركت. لما نيجي نحكي عن 1,291,000,000 دولار، 75% منهم، من 70 ل 75% منهم بنصرفوا في جوجل وفيسبوك. معناه هذا 800,000,000 دولار كارباح رايحه لفيسبوك وجوجل. فهذا برضه بدينا وين نوجه مهاراتنا. لو 75% من السوق هذا رايح باتجاه مهارات جوجل وفيسبوك فبنعرف وين نتعلم. شغله بعد هيك بناء على تقرير، تقريبا 60% من شركات التسويق قالت انه هم رايحين موفينج فورورد الى الامام باتجاه البرفورمانس ادز. وهنا انا يا جماعه بدي اسال سؤال، اللي بيشتغل يا جماعه تسويق محتوى موشن جرافيك ديزاين اي شيء يرفع ايده، اي شيء متعلق بالتسويق بشكل او باخر يرفع ايده. طيب حلو، خليكم رافعين ايديكم. اللي بيعرف ايش يعني بيرفورمانس ادز وبيشتغل بيرفورمانس ادز يخلي ايده يضل رافعها والباقي ينزل ايده. ولا واحد. طيب اوكي. طيب يا جماعه احنا قاعدين بنحكي عن 60% من المصاري هذه، 60% من الناس تتحكم في السوق بدهم يروحوا باتجاه بيرفورمانس ادز. هذا معناه انه فكره يا عم المسوق انه انت بتحكي انا بعرف اعمل اعلان، هذه خلال سنوات حتنتهي. ما في اي ادفانتج في فكره انه انا بعرف اعمل اعلان، تمام؟ بعد هيك كله بده يكون بمتريكس بنتائج، ومش نتائج الاعلانات انه انا والله عملت امبريشنز، عملت فولورز، كليكس، مش هذه هي المتريكس. المتريكس بزنس متريكس، اشياء بتعمل جروث ونمو للشركات. وعشان هيك بدنا نركز على النقطه هاي كمان شويه. بناء على تقرير من بي دبليو سي اعتقد، زي ما انتم شايفين هذا على الاكس تحت هو شو في ناس عندها مهارات رقميه، شو هو العرض اللي موجود في المهارات الرقميه، وعلى الواي فوق في شو حجم الطلب. فزي ما انتم شايفين اليو اس امريكا وبريطانيا تقريبا فوق موجودين، اعلى طلب واعلى عرض، يعني عندهم ناس كثير، وهذا طبيعي، ناس كثير تعتبر مثلا امريكا ارض الاحلام فبروحوا هناك، هذا معناه انه عندهم تالنتس اضافيه، بالاضافه انه عندهم ديماند عالي، في بزنسز كثير بتصرف. لو طلعنا على شيء انترستنج في المنطقه في النص اللي في التقاطع، في الامارات والسعوديه، وفي المنطقة المربع اللي بالأسفل على الشمال راح تلاحظوا أنه معظم دول الخليج فيه. هذا في شيء انترستنج هنا وهو كالتالي، هذه عبارة عن emerging markets و developing markets قاعدة تتطور، قاعدة تكبر وبتتضخم فيها حجم التجارة والأسواق الإعلان، وهذه الأسواق فيها فرصة كتير ممتازة للناس تشتغل فيها، إما ريموتلي أو تروح تشتغل هناك أو whatever، بس أنه في حجم spending demand عالي في هاي المناطق، وبالإضافة لأنه الأوفر قديش في حجم تالنتس ناس بتشتغل في الديجيتال ماركتينج قليل جداً. طيب وين المشكلة؟ لأن السلايدز اللي جاية مش أرقام، مش جايين من ريبورتس، هدول جايين من يعني خليني أحكي خبرتي الشخصية بالتوظيف والتعامل مع الناس بتشتغل في الماركتينج في غزة، وهذه الأشياء مخصصة بغزة بشكل أساسي. لو إحنا جينا جماعة على الوضع الحالي في غزة، لو مسكنا بدك أي تي مان، غزة تك كوميونيتي، أي جروبات متعلقة بالتك والماركتينج، راح نلاحظ إنه إعلانات جوبس التسويق ما بتطلع برا الاشياء هذول، وهذول يمكن كثار كمان. فالشيء الاول في المحتوى، يا بده كاتب محتوى، كاتب محتوى ابداعي، بده شخص موشن جرافيك، جرافيك ديزاينر، هي ما بيطلع برا هالكلام، تمام؟ بعد هيك في التسويق بده مختص تسويق رقمي، اس اي او، ايميل ماركتينج، زي هيك.
بعدين اشياء اخرى وقليله جدا بتلاقي بعض الشركات او الاشخاص بيطلبوا مستشار في الماركتينج، مدير كوميونيكيشن، مدير ماركتينج. تمام، هلقيت اعتقد انه احنا كلنا متفقين انه الجوبس اللي في غزه بتنزل بشكل او باخر وتوصل للناس، او الناس اللي بتشتغل في غزه ما بتطلع برا الكلام هذا، واعتقد انهم كتار كمان، يعني ال14 هذول 13 هذول كمان كتار. ولكن هذا الوضع الحالي في غزه. طيب انا بعطيكم فكره عن شكل السوق برا، كيف الدنيا برا وايش المطلوب برا اليوم. اليوم اوكي. طيب بناء على تقرير من ديلويت لقوا انه 56% من الشباب العربي اللي هم تخرجوا وبدهم يشتغلوا هم بيحكوا احنا مش مؤهلين، ما عندنا مهارات كافيه لسوق العمل. هذا معناه انه من 100 شخص، من كل 100 شخص، من كل 100 شخص شاب خريج جدع، 56 واحد بيحكوا لك انا مش مؤهل لسوق العمل، ما عندي مهارات كافيه انه انا اشتغل. هذا بديك انطباع انه في حجم جاب في السكيلز مهول عندنا. تمام، طبعا هنا برضو بس للتاكيد في بريك داون بالخليج، الشام، فلسطين، الاردن، ولبنان، وسوريا، بالاضافه لشمال افريقيا. طيب خليني احكي لكم شو السوق بده اليوم. جماعه الماركتنج ركزوا في السلايدات الجايه، انا قسمتها بطريقه مبنيه على الاكسبيرينس الحاليه. يعني لو انت اليوم عندك مثلا اكثر من 5 سنوات ماركتنج فبتيجي في منطقه الحيتان اول سلايد، بعد هيك لو عندك 3 سنين مثلا فانت بتيجي في منطقه القروش الشاركس، بعد هيك لو انت شخص بتحب الاناليتكس، بتحب الداتا، تتعامل مع الداتا، فانت بتيجي في الداتا، وبعد هيك في مثل لينس وشويه اذرز. تمام، شو السوق بده؟ امبارح كنت بدور صراحه ايش في انواع تسويق في الدنيا، هيك رحت فتحت ارتكل لقيت مجمعين 163 نوع تسويق. عارفين ايش يعني؟ رقم مهول. رقم مهول انه يكون في 163 نوع او تاكتيك او استراتيجي او طريقه ابروتش للتسويق. مش مطلوب منك تعرفهم كلهم، بس على الاقل انا بدي اوريك الفرايتي، بدي اوريك انه في مجالات، في دنيا اوسع من الاشياء اللي شغال عليها غزه وفيها مصاري برضه. طيب شو الحل؟ بدي اجي على منطقه الحيتان، ولما بدنا نيجي نصنفهم بدنا نصنفهم اما ناس بتشتغل في الادارات العامه للتسويق اللي هي بتخدم كل التسويق بشكل عام، او ادارات خاصه بقنوات التسويق. فزي ما انتم شايفين في اشياء كثير، في يعني احنا هنا بنحكي في ليفل مانجرز. تمام، فانت بتحكي في ما بدي ادخل في التفاصيل، بس في على اليمين انت بتحكي في الادارات العامه، على الشمال في اشياء متخصصه مثلا بالمحتوى، سوشيال ميديا، اس اي او، conversational marketing. فبتكون عبارة عن جوبس مخصصة بقنوات معينة، وبتكون خلينا نحكي بمانجر ليفل. تمام، فهي النقطة الأولى بالنسبة للناس اللي عندها أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الماركتينج. بعدين القروش نفس الإشي زي ما تشايفين، اللي هو منسق تسويق وخلافه، وهدول الأشياء المتعلقة بالقنوات. هدول يا جماعة خليهم ريفرنس، إحنا ممكن نبعث لكم إياهم لاحقاً للناس مهتمة بالماركتينج عشان بس يشوفوهم، ما بدي ادخل في تفاصيلهم، بس بدي اوريكم حجم الفرايتي. بعدين الناس تبعت الاناليتكس واللي بتحب الداتا، برضه في تحليل بيانات تسويقيه، تحليل بيانات التسويق بالمحتوى، تحليل عمليات التسويق وهكذا، وفي اشياء متعلقه بالقنوات، وفي اشياء خلينا نحكي اذرز. لو انت بتشتغل في ماركتنج ايجنسي فممكن برضه يكون الجوب تايتلز تبعتك من هذا النوع، اللي هو اكاونت مانجر او اكاونت اكزيكتيف وخلافه، ممكن محلل بيانات، حساب تسويقي وهكذا. فهذه جوب تايتلز متعلقة بالماركتينج ايجنسيز. وبالأخير هناك لو تسمعوا جروث هاكر، أشياء زي هيك، براند وورير زي هيك، أشياء بشكل أو بآخر متعلقة بالماركتينج بس بشوية هيك إكستراز. تمام، لو أنتم مهتمين بهاي الشغلة ممكن نحطها من خلال جاز سكاي كيكس وتوصلوا لها وتقرأوا عنها أكثر. برأيي هناك 2010 الدائره الحمراء، 2030 احنا في 2021 اليوم. برايي انه غزه اليوم شغاله، الناس اللي بتشتغل في 2021 في الماركتينج شغالين بمهارات 2015. في جاب برايي 5 ل6 سنوات عند معظم الناس اللي بتشتغل في ماركتينج في غزه. يعني الناس برا لما كانوا في 2015 كانوا بيشتغلوا شيء غزه اليوم بتشتغله. الجاب مش كبيره، ممكن احنا من خلال تطوير المهارات، الادوكيشن، practical projects نعملها bridging، بس كمان مرة it's still a gap. وفي نفس الوقت هذا بوديني للنكست سلايد، ايش المستقبل؟ ولما نشوف المستقبل يا جماعة بدنا نركز انه وين احنا رايحين. يعني احنا في عنا gap اصلا، احنا متأخرين مثلا عن كيف التسويق شغال في العالم، بالاضافة لانه في 2030 علم جديد، دنيا جديدة. الاشياء اللي حتشوفوها الجوب تايتلز في 2030 في التسويق اشياء مش بالضروره تصير، هي عباره عن اشياء ريبورتس حللت الواقع، وبتوقع انه مستقبل التسويق بعد 2030 يكون بهذا الشكل.
انا بتوقع انه ممكن تكون مثلا في يوروب في اليو اس هذه الجوبس موجوده، بس عندنا احنا ممكن يكون الريذم شويه افضل. فلما نيجي على وظائف تسويق في 2030 انا صراحه مش شايف كثير. حد يقرا لي، اقرا يا كبير، ايش مكتوب اول واحده بس؟ اه 100 معلش كل العينين خربانه. طيب يا جماعه، مختص علاقه اخلاقيات العميل او الكونسيومر بالماشين. احنا اليوم قاعدين في عالم كل الاعلانات مبنيه على خوارزميات، كله مبني على AI، تمام؟ فانت بشكل او باخر ثلاث ارباع قرارات الشراء اللي الناس بتدخل فيها جاي من خوارزميه بشكل او باخر، انت اللي اثر على قرار الخوارزميه بشكل او باخر. ممكن في 2030 تلاقي ناس مختصه فقط في تنظيم العلاقه بينك انت ككونسيومر وبين الماشين اللي بتعمل لك ريكومنديشن. في ناس حتكون تحليل الحاسه السادسه، هذا شغلها، تمام؟ في ناس حتكون مدراء المزاج والتعاطف، انت بتتكلم في ليفل سايكولوجي عالي، كونسيومر بيهيفير سايكولوجي، في ناس حتكون مهتمه في الشيء هذا. في ناس حتكون مانجرز للبوت كرييتيفز. اليوم احنا جزء كثير من عمليات التسويق بدا يصير توجه انه يصير لها اتمته، يصير اوتوميتد، يصير فري بوتس بتعمل كونفرزيشنز وتخلص الموضوع هذا. البوتس هاي بدها شخص يعمل المحتوى تبعها ويصممها بطريقه لطيفه. فهذا بودينا كمان على النقطه الثانيه اللي هي مصمم شخصيه الاله، تمام؟ انا اليوم واقف قدامكم، كنت شايفين انا بحكي صح، ماذا لو كان في بوت؟ ففي شخص بده يصمم البيرسوناليتي تبعت الشخص هذه وكيف البرسبشن عند الزبون بده يكون، تمام؟ وشويه وظائف ثانيه، تمام؟ فهذا الشكل الحالي او الشكل المستقبل التسويق، والله اعلم. الان شو التيك اويز اللي احنا بدنا نخلص فيها اخر شيء؟ الشغله الاولى، اليوم في 2021 يا ناس اللي بتشتغل ماركتينج، ما بنفع تحكي انا بشتغل ديجيتال ماركتينج او ماركتينج وبتحكي لي انا ما بحب الديجيتال سكيلز، ما عندي ديجيتال سكيلز. لو انت جاي من خلفيه بزنس او 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 ما لها علاقه بالتك، لازم تتعلم ديجيتال سكيلز. ما بنفع انت اليوم في 2021 تحكي انا بشتغل ماركتينج بدون ديجيتال سكيلز قويه. الشغله الثانيه، الريفرنس والبنش مارك، وهذه شغله مهمه، الريفرنس والبنش مارك تبع الماركتينج هو الكلام هذا، هو الناس برا كيف شغاله. لو احنا بدنا نضلنا نقارن في مجتمع غزه كيف فلان شغال وكيف علان شغال، كلنا حنكون تعبانين، وهو للاسف هو هذا الوضع الحالي، تمام؟ فلما بدك تقارن المهارات تبعتك، قارنها بكيف الاندستري، كيف الدنيا برا شغاله، وهذه الطريقه الوحيده اللي ممكن تضمن انه احنا قاعدين نتحسن وبنتطور. في الاخر معلش يا جماعه قزز كاجيكس، انتوا اكيد ما شفتوش السلايد، منحه شيف من الحكومه البريطانيه حاليا مفتوحه وبتسكر في 2/11. اللي بيحب يقدم عليها لدراسه ماجستير في بريطانيا ممكن يقدم، يدخل على تشيفنينج بالستاين على جوجل، حيطلع له ويب سايت عليها الشروط، عليها كل شيء، ممكن يقراها ويشوف لو حابب يقدم. هذه المنحه اللي حصلت عليها، في منحه بسيسو فاونديشن، امبيريال بسيسو برضه ثانيه، فوتوا على الويب سايت تبعهم، في عندهم منح، في منح خاصه بامبيريال كوليدج لندن اللي درست فيها، وفي منح خاصه بلفر يونيفرستي لندن. وشكرا. الأسئلة يا جماعة، ما حدش بده يسأل؟ لا، في سؤال له. سؤال له. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بدنا نصيحتك للديجيتال ماركتينج اللي لهم يعني بديش أقول خبرة، يعني لهم معرفة من 3 لـ4 شهور وحابين انهم يطوروا نفسهم في هذا المجال. يعني انت عمالك بتحكي بال2030 في وظائف المصطلحات احنا لسه ما سمعناش فيها اصلا كديجيتال، فايش نصيحتك لحد حابب انه يتعمق اكثر في الديجيتال، مع العلم انه هو شغال على المنصات وعم بياخذ جوبات والامور معه تمام التمام يعني؟ طيب تمام. اول شغله بدي احكيها ركز عليها الباشمهندس محمد الخضري في اول سيشن، بغض النظر انت كيف تشتغل، بغض النظر انت كيف شغال، هذا انت عايش في 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 البلس تبعتك، انت عايش في مكانك هيك لحالك، وانت مقتنع انه انت قوي ممتاز متمكن، بس مش بالضروره هذه هي الحقيقه، تمام؟ هذا معناه انه سمعاني انت؟ طيب هيك احسن. الو، تمام هيك. طيب كنت بحكي بغض النظر انت كيف تشتغل، اليوم بديت تاخذ جوبز، هذا شيء ممتاز، بس اول دافع للتطوير انه انت تطلع من الكومفورت زون اللي حكى عنها باشمهندس محمد الخضري.
فكرة أنه أنت مقتنعة أنه أنت هيك وضعك تمام، شغالة تمام، بتجيبي مصاري، وهذا كله أشياء كويسة، بس فكرة أنه أنت مقتنعة أنه هذا this is the best you can do غلط، تمام؟ فأول شغلة بالنسبة لك أنه أنت تقبلي أنه في علم جديد، في دنيا جديدة، وللتأكيد هذا على سينيور ولا جونيور هو نفس الوضع، حتى مهما بلغت من العلم حتضلك تكتشف أشياء جديدة كل يوم. الشغلة الثانية، للأسف 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 ما في ريسورسز عربية كتير يعني ممتازة في مجال ديجيتال ماركتينج، خصوصا لو لما بحكي في ليفلز ادفانس شوية، تمام؟ وبناء على هيك لو عندك لغتك الإنجليزية كويسة فراح تلاقي ريسورسز كتير كويسة باللغة الإنجليزية. مش بالضرورة يا جماعة يكون كورس، مش بالضرورة يكون تيتوريال، ممكن مجرد ارتكل تقرأ عن نقطة معينة، خلاص هو هذا كافي للنوليدج. بس لما الكوليكشن يصير عن معلومات كتيرة بصير عندك برسبكتيف تماما مختلف عن الديجيتال ماركتينج، شو تستخدمه وكيف تشتغل. اتمنى اكون جاوبت السؤال. يعني مين عنده سؤال يا جماعة؟ يعطيك العافية أستاذ نائل. الله يعافيك. أنا كمختصة سيو فيني يكون مديرة حسابات سوشيال ميديا، فيني كاتبة محتوى، لأنه أنا كسيو فيني ما بقدر أشوف إلا مختص السوشيال ميديا شو عم يشتغل، الكاتب المحتوى شو عم يشتغل، الكلمات المفتاحية اللي بيستخدمها، حتى المصمم الصور شو الصور اللي تجذب مثلا المشاهد للصفحة. كيف فيني أنا أختص بمجال محدد؟ يعني أنا أعمل مثلا بالسوشيال ميديا، بالكتابة المحتوى، بالإعلانات الممولة، شان أدرجها مثلا الكلمات المفتاحية أدرجها بالإعلانات الممولة، أدرج يعني كيف أنا أختص؟ خصوصي العملاء هلا بيطلبوا، العملاء خصوصي العرب بيطلبوا إنه أنا مختص كل المجالات، مو مثل الأجانب، الأجانب بيطلبوا مختص واحد، مثلا أنا مدير حسابات أو كاتب محتوى. تمام. هلا العميل العربي بيختلف، بده تكون ملم بكل الجوانب. تمام تمام. يعني كيف فيني أنا بس خصص محتوى واحد؟ طيب أوكي، عشان أجاوب على سؤالك، جماعة أنا مش قاعد بحكي بغض النظر أنت كيف شغال مش هتعرف تشتغل، مش هذا هو الهدف اللي أنا بحكي فيه. اللي انا بحكي فيه انه العالم والشركات قاعده بتكبر، هذا معناه مستوى التخصصيه المطلوب حيزيد مع الفتره، تمام؟ هذا معناه انه يعني انا على سبيل المثال انا اليوم بشتغل جروث ماركتنج مانجر في شركه، انا فعلا يمكن من يمكن 5-6 شهور كنت نزلت جوب بدي بيرفورمانس ادز سبيشاليست، حيكون عارف في ديجيتال ماركتنج على اكيد هو في النهايه يعني جزء من تخصصه، تمام؟ بس انا بدي حد معلم. ليش؟ لانه انا عندي بنش ماركس، عندي ارقام، وعندي كاستمر اكوزيشن كوست مفروض ما يزيد عنها، فبدي حد معلم، تمام؟ الان الناس هدول، وصدقا صدقا صدقا بعد ما تلقيت قرابه ال 300 ابلكيشن اللي طلعوا على الشورت ليست 3 فقط من 300 ابلكيشن. فاللي انا قاعد بحكيه انه الشركات خصوصا الاكبر، يعني كل ما تطلع على شركات السكيل تبعها اكبر، عدد الموظفين اكبر، التارجت تبعتها اكبر، متوقع جدا ان هم يكونوا بدوروا على مهارات متخصصه، مش حد بيشتغل ديجيتال ماركتينج، تمام؟ الان يا جماعه انا بدي احكي لكم شغله. انا زلمه زي ما حكيت لكم من سنه ثانيه طب بديت ادرس ديجيتال ماركتينج واشتغل في ديجيتال ماركتينج. الان صار معي شويه مختلف. ليش؟ لانه صراحه صدقا يمكن في 2011 هذا الكلام ما كانتش الدنيا في ديجيتال ماركتينج، وما كانش الكلام لا في محتوى عربي على الكلام، فانا كنت حرفيا بلطش ايش بقرا وبجرب كثير، كان في تجارب، تمام؟ بس اللي انا بحكيه اليوم، انت كشخص خريج او بده يعمل كارير شيفت او بده يشتغل في ديجيتال ماركتينج، مش محتاج تعمل الكلام هذا. امسك الفاونديشنز، امسك الاساسيات، اتعلمها في شهرين ثلاثه، بعدين اخبط 9 شهور في التخصص، اطلع لي بعد سنه بيد ميديا سبيشاليست، وحتلاقي هايرز بالهبل مع شركات اكبر حجما، مور ستيبل، معامله افضل. فانا كمان مره مش قاعد بحكي لكم انه فيش شغل بالطريقه اللي مثلا الناس شغاله فيها في غزه، عادي موجود، بس الطريقه الافضل وباتجاه الترندز تبعت المستقبل ما بتوقع انه الطريقه هذه حتخدمنا. بالاضافه يا جماعه انه في يعني في حجم سوق ضخم واحنا عن جد رايح منا. بناء برضو على بالمناسبه تقارير، اكبر سوق للايجنسيز في الامارات، يعني الشركات التسويق اللي شغاله على ليفل كوربريت في الامارات، مصر والاردن شغالين لسمول تو ميديوم بزنسز. فانا قاعد بحكي حتى الحصه هذه ممكن تتجزا باشكال كتير، ويصير منها ناس تشتغل في اتجاهات مختلفه. فالملخص انه في بوتنشال كبير. في كان سؤال هناك اعتقد، تفضل ابو سفيان. هو في حد كان رافع ايده بس مش عارف صراحه مين.
يعطيك العافية يا دكتور. حكيت من ضمن البرزنتيشن تبعتك انه في جاب بين ديجيتال ماركتينج في غزة والعالم حوالي 6 سنين. السؤال اللي بدي اسأله، ايش اللي سبب الجاب هاي؟ ليش هالقد في جاب بينه وبين العالم؟ الحاجة الثانية، ايش بتشوف حل لانه نحاول نسد الفجوة هاي؟ طيب تمام. النقطة الأولى، ايش سبب الفجوة؟ أنا برأيي مشكلة education. الناس اللي بتتعلق، وهي متعلقة بنقطة ثانية، هي مشكلة education. تمام؟ وللأسف جزء من المشكلة أنا برأيي متعلق بحاضنات ومسرعات الأعمال والتيك إيكو سيستم في غزة. كيف بصمموا البرامج؟ يا جماعة ما حدش يروح، هي إحنا في 2021، ما حدش يروح يتعلم أنا بدي أروح أتعلم ديجيتال ماركتينج. روح ابدأ من الأول، خد فاونديشنز بس، وبعدين احكي أنا بسير بيرفورمانس أس سبيشاليست، احكي أنا بسير معلم سي آر أو كونفرجن ريت أوبتمايزيشن. هي الجبس المطلوبة. فكمان مرة، طريقة تصميم البرامج اللي موجودة في غزة ما بتوصلنا لأي شيء. بتطلع ناس بيشتغلوا، بس الناس هدول عندهم بوتنشال اكبر، عندهم مساحه اكبر ياكلوا من الحصه من الكيكه اللي حكينا عنها. فكمان مره انا برايي هي مشكله اديوكيشن. يعني صدقا وظفت من اماكن مختلفه، يمكن لانه البولز اكبر، مثلا زي مصر في ناس عن جد متمكنه جدا في مجالات دقيقه، وهو هذا المطلوب. كل ما رحت لشركات اكبر الناس بتدور على تخصصات دقيقه. معلش، ليش الاعتماد الكامل على الحاضنات؟ ليش فيش اشخاص لحالهم يحاولوا زي مثلا ما انت تخصصت او زدت العلم تبعك بشكل شخصي؟ ليش فيش اشخاص تانيين؟ يعني ليش الاعتماد الكامل في المجال هذا على الحاضنات فقط؟ ليش ما ناس تاخذ الاساسيات وتروح تتعلم او تكمل لحالها؟ هذا بضله كمان مره، يعني هو بيرسونال ايفورت بده الشخص يستثمر فيه ويحطه، فهو مطلوب من اي شخص حابب يتعلم في هذا الاتجاه. بس كمان مره انا يعني الحاضنات بتشكل الكلتشر تبعت الناس، الحاضنات بشكل او باخر بتشكل كلتشر الماركتنج الموجوده في السوق، شئنا اما بينا. يعني بغض النظر، انا في النهايه شخص، في ناس كثير بتشتغل ماركتنج بس بضلوا اشخاص، كل واحد عنده نتورك الخاصه فيه. بس الحاضنات المسرعات زي غزه سكاي كيكس وغيرهم عندهم اكسس، عندهم وصول، وبيقدروا اتراكت نيو بيبل، فهم بشكلوا وعي الناس في ايش شكل الماركتنج. وللاسف الشكل الموجود حاليا ديستورتد، ضايع. والدليل، تعال امسك الشركات اللي في غزه بتشتغل ماركتنج، الوضع صعب سيء. يعني كله أكتر وبنعمل لك إعلانات ومش عارف إيش ومحتوى، وعبارة عن بايب لاين شغال وخلاص. يعني إنه والله إيش بدك، محتوى 30 بوست في الشهر وهو بايب لاين وبضله شغال، بس مش هيك الماركتينج. تفضل أبو سفيان. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما قدرتش أمسك حاله، ما سألش. احكي كبير. طيب، أول شيء طبعاً بدي أخذ الحوار شوية في منطقة مختلفة، وبدي أرجع للكلام اللي أنت ذكرته، إنه جزء كتير كبير من الكلام بخص إما مبرمجين وناس عندها خبرات تقنية وحابة تنتقل لبعض المهارات اللي لها علاقة في التسويق، أو العكس، اليوم اللي عنده مهارات في التسويق لازم يتعلم بعض المهارات التقنية. يعني برجع بس بأكره هذه النقطة، ومنها بدي أنطلق في سؤالي. ويمكن انت يعني بتعرف حتى تجربه قريبه جدا يعني في مجال شغلنا، صدفت انه في اخر 2 بوزيشن بنزلهم لمبرمجين في سؤال غريب، بعرفش يعني كيف انا ضبط معي او كيف دخل في الانترفيو. صرت بسال المبرمج، هل انت اشتغلت مع ماركتر قبل هيك ولا لا؟ الله عليك. هل انت زمان يا زلمة. يعني هل اشتغلت على ماركتنج انتجريشن لتولز معينه ولا لا؟ وهذا يمكن بيخدنا شوية حوالين البرفورمانس ماركتينج، لأنه اليوم بطل عالم الديجيتال ماركتينج عبارة زي ما تقولت عبارة عن بوست في السوشيال ميديا، صار في سايكل كاملة المبرمج جزء منها والمسوق جزء منها. فاللي محتاجه منك نصائح للتيك بيبول، يعني أنت جاوبت على معظم الأسئلة، وكل الناس اللي سألوا عبارة عن ناس في الاندستري تبعتكم مش في التيك أو في الديفلوبمنت اندستري. فإحنا كمبرمجين، إحنا كناس بتبني برودكتس، بتبني بروجيكتس، كيف ممكن نساعد وكيف ممكن نعمل تدخل في هذا المكان؟ لأنه القائمة اللي أنت سردتها لوظائف 20-30 مستحيل ناس بس متخصصين في ديجيتال ماركتينج بدون تك كابابيليتيز هم اللي يقدروا يشتغلوا عليه. صحيح. فبس إذا تعرجنا على هذا النقطة سريعا. طيب تمام جماعة، السؤال اللي بحكيه أبو سفيان مهم جدا، وبحكي إنه هم كناس تك، ناس تكتب كود، مبرمجين، كيف ممكن يساعدوا الناس تبعون الماركتينج؟ لأنه إحنا بنشتغل ديجيتال ماركتينج، هذا معناه إنه في مهارات تقنية شئنا ما بينها. الآن صراحة في شغلتين بدي احكيهم. الشغلة الأولى، أي جماعة مبرمج بيشتغل، أي حد بيجي له بروجيكتس، بيجي له واحد بيحكي له أنا عندي فكرة وبدي أعمل تطبيق، تمام؟ من أول ما يجيك احكي له يلا نبدأ، بس كونسلت شخص تبع ماركتينج.
ليش؟ كتير شفت اشكال الوان برودكتس جاهزه بيجي لك بيحكي لك كونسلتنت تعال والله بدنا نسوق التطبيق، هاي البزنس موديل تمام. في مشاكل فاليديشن، ما فيش برودكت ماركت فيت، وفي مشاكل فاندمنتال من ناحيه بزنس، فبضطر السايكل بدل ما تكون يلا نبدا تعال نعمل فاليديشن من ثاني يعني مثلا 6 شهور ولا غيره. فيفضل اي حد بيشتغل في التك دائما نعمل انفولفمنت واستشير حد ماركتنج من البدايه. تمام. الشغله الثانيه وانا صراحه يعني شخصيا عانيت منها الان من مناطق التقاطعات بين الماركتنج والتك، اشياء متعلقه بالايفنت تراكنج، كاستمر انجيجمنت، اتريبيوشن. صدقا على ليفل ايفنت تراكنج ما فيش مكان انا اشتغلت فيه، ما فيش مكان اشتغلت فيه الا الايفنت تراكنج ياخذ فوق الاربع شهور، مع انه مش علم، مع انه من ناحيتك ما فيش فيه علم، شيء بصير بعت لي عليه بس ايفنت بس، هي كل الموضوع، فهو ليس معقد. فبتضل بلاحظ فيه مشكلتين. المشكله الاولى ما فيش عند الشخص تبع التك بزنس لوجيك وماركتنج لوجيك اصلا ليش معموله وفيش اللي تستخدم. الشغله الثانيه انه هو اول مره يمر عليه تاس زي هيك، معلش قديش حجم الشركات اللي ممكن تهتم بالايفنتس وعندهم بيرفورمانس ادز اصلا قليل جدا. فبصفي انه الشخص الديفلوبر كل وين لما يمر عليه تاس زي هيك. فيا ريت الناس تبعون التك بس يقراوا في هاي المناطق، يتعرفوا عليه وليش بتنعمل. وانا بفضل صراحه اي ايدوكيشن بروجرام يعني مثلا حتى لو جاز سكاي جيكس بتتعامل مع شيء زي هيك يحطوا سيشنز متعلقه بالماركتنج، ايش في اشياء التك مطلوب منهم تخدم الماركتنج، لانه وجود هذا النوع من الفهم، وجود هذا النوع من الانفراستراكشر بيسهل الدنيا وبيسرع الدنيا وبيخلي الناس شغاله داتا دريفن بطريقه افضل وبرفورمانس ادز. ف شويه انجيجمنت، شويه نولج بس من المبرمج في هاي المنطقه صراحه ممكن تعمل امباكت مهول. انا يعني يا جماعه بنعلم من المبرمجين على المواضيع هذه صدقا. اربع شهور الموضوع بياخذ ينعمل انتجريشن، مع انه مش شيء معقد. يعني انت شخص دعس على زر بس بعت لي انه لفاير بيز انه والله الشخص دعس على زر بس بهذه البساطه. فشيء متعب وزي ما حكيت لكم يعني. وللاسف في اي اجايل انفايرمنت تاسكات الماركتنج ملهاش ابو، يعني بتروح هي للتك بيصيروا يفتوا فيها ويشتغلوا فيها بس مش بالضروره صح، وبنسوا انه اصلا مين اللي طلبها، الناس تبعون الماركتنج كيف بدهم يستخدموها. فبصف الموضوع انه بسلموك التاسك مالوش علاقه في الانطلب اصلا. ايفنت تراكنج، كاستمر انجيجمنت، وكاستمر اتريبيوشن. يا جماعه في 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 سيشن نتوركينج ان شاء الله، تو سيشنز ولا ايه؟ يا جماعه شكرا عن جد كثير لكم، انا انبسطت بالحديث معاكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعن نتوركينج ان شاء الله.